هذا الشكل النضالي هو اضطررت انا كمحامي ان نلجأ ليه بعد ما مرت قرابه 40 يوم على عدم تسريع المسطره المتعلقه بواقع التهديد ديالي داخل المحكمه داخل القاعه. انا كرتضي البدله ديالي من طرف الخصم ديال السيد اللي انا كنوب ضده. هذا السيد ينتقم مني بحكم المساطر اللي كنديروا هي مساطر قانونيه وان عندنا حكم كنفذوا عليه والحق كيعطينا والقانون كيعطينا الحق اننا نديروا حجوزات تحفظيه. فالسيد ملي حجزنا ليه العقارات ديالو فاستهدفني انا بشكل شخصي، بمعنى ان التهديد ديالو ما كانش غير حديث عرضي وانما كان بشكل ديال انتقامي. المكان داخل القاعه 6 حدا حدا القفص الاتهام. فاستغل فرصه ان الهيئه رفعت الجلسه والقاضي خرج هو ممثل النيابه العامه وكيتوجه ليا بواحد العباره بشعه، وهو انه كيقول لي الهضره معاك انت ماشي دابا، انما الهضره معاك انت خارج المحكمه. هذا يعني تهديد، هذه رساله ديال تصفيه الحسابات والتصفيه الجسديه اللي بغينا نقولوا. اللي كيألمني اكثر هو ان المحاماه تمارست في واحد الظروف اللي هي سنوات الرصاص، وما ثبت يوما ان شي واحد جرأ على محامي ونابوا ناس ضد ناس وازنين، وما ثبت يوما ان ونابوا ناس ضد محامون ضد يعني كيف كنقولوا مجرمين قتله اللي قتلوا بنادم وفصلوه. ولكن ملي كيجي دور المحامي كل شيء يطأطئ الراس، كل شيء كيحترم لان هذه مؤسسه. في حين ان هذا السيد هذا بحكم انه عنده واحد الصور فوتوغرافيه مع مسؤولين قضائيين، وهذا الشيء يعني ما بغيتش نقوله انا في الاول، ولكن تبين لي انا ديك الصور اللي كتجمع مع المسؤولين القضائيين وهذيك الشواهد التقديريه اللي عاطيها لهم باسم ديك الجمعيه ديالو هي اللي مخلياه بين قوسين ضاصر خارج القانون، يهدد محامي داخل القاعه وما يتعتقلش. والدليل هو هذا. لذلك فانا اضطررت، وهذا ماشي هذا كان اختيار على مضض انني يعني هذا كان على حساب صحتي، لان مفروض فيا انا كمحامي نجي نادي المهام ديالي ونمشي. اذا بيا وليت باغي ناخذ حقي باشكال نضاليه. نتمنى من الله على ان اليوم دخلت الهيئه وقالوا لنا انا اليوم غيتسد الملف او على الاقل غياخذ المسار ديالو القانوني. نتمنى من الله ما ندوش الخطوه الثانيه اللي غتكون اكثر تصعيدا. وشكرا لكم. الخطوه الثانيه اللي ممكن نوصل ليها باقي كندرس فيها، لان شويه كتمس بالسلامه الجسديه ديالي انا ماشي ديال شي واحد اخر. ما عرفتش شنو كاين، ولكن ممكن نوصل ليها. الاهلي وصلنا ليها، ولكن لو وصلت ليها نقدر ما نرجعش لداري. علاش انتظرنا تدخل الهيئه؟ علاش المحكمه ما خداتش موقف مع العلم ان المحامي هو اللي كيدافع على المواطنين اللي خص يكون عنده الهيبه ديالو داخل المحكمه؟ هذا هو الشعور، هذا هو الاحساس اللي عند المواطن العادي. ولكن داخل هذا الملف بالضبط ما شفنا حتى شي حاجه. شفنا المحامي يهان يهدد بعبارات صريحه من طرف هذا السيد هذا اللي كيقدم راسه انه رئيس شي جمعيه اللي عندها شي سميه ديال ملكي هو الشقيقه ديالو. هدوا محامي تهديد واضح صريح، هو لابس البدله ديالو. السؤال انا كنوجهه لكم انتم كاعلاميين، سيروا قلبوا ليا علاش 40 يوم والسيد باقي ما تعتقلش؟ قول لنا هذا الشخص عنده سلطه؟ انا ما نعرفش هذا الشخص اللي ما عرفش النفوذ ديالو فين واصل، ولكن اللي كاين هو انه انسان واصل بزاف لدرجه انه على حساب المحاضر ديال الضابطه القضائيه المستوى ديالو الرابع اعدادي وعاطل على العمل. هذا هو اللي نعرف، ولكن على الواقع السيد يدو طويله كيف كيقولوا. الدليل هو هذا، انا ما كندويش. الدليل هو ان السيد باقي ما تعتقلش، في حين اننا كنشوفوا ناس يعني داروا اهانات او تهديد الموظف عمومي والمحامي يحسب على الموظف العمومي في الفصل 263، ولكن الى حدود الساعه انا ما لقيتش. انا نسولكم انتوما، انت شمسي محامي وكتقول بان يدو طويله، فكيف هذا هو المشكل؟ هو انني انا المحامي اللي كندافع على حقوق الناس، انا مضطهد، انا كنقولها انا مضطهد واضطهدت وهددت بدون ان يعاقب الفاعل. هذا سؤال انا كنوجهه بحالي بحالكم، علاش انا محامي شكون غيبقى يثق فيا انني ندافع عليه على حقه وانا مضطهد ما لقاش اللي يدافع عليا على حقي؟ تقدر تقول لنا شنو صرا داخل المحكمه مع النقيب ديال دابا؟ حاليا يتم الاستماع للمحامون اللي كانوا حاضر الواقعه ديال التهديد. واش غيديروا على شي يبنيوا على شي نتيجه؟ واش غيبنيوا على شي قرار؟ لا ادري، لان ما بقيتش كنثق انا شخصيا، ما بقيتش، لان 40 يوم بزاف. ما بقيتش كنثق في الاجراءات اللي كيداروا، ما بقيتش كنثق ان السيد غادي ينال العقاب ديالو. ف 40 يوم يعني وحاله تلبس واهانه ديال المحامي وتهديد ديالو داخل القاعه، مفروض على ان المسطره تاخذ المسار ديالها في اليوم الموالي. انا ما سامعوا لي حتى 3-5 حتى لورا العيد، لان شي وقع في 10 ايام الاخره ديال رمضان، غير انا 13 يوم باش سامعوا لي غير انا، علما انني ما مضرش لهم. انا هنا في المحكمه كنجي لا يوميا. ف اش غنقول لكم؟ ما عنديش تحليل. انا نقول لكم باش نختم معكم باش نسال. في الكلام ديالك على انك باغي تفكر في الانتحار ولا ما خدتش؟ لا الانتحار قلتي عتا. قلتي دابا السلامه. قلتي الله يحفظك ما تقولنيش شي حاجه. الانتحار كنعرف نقولها ولا بغيت نقولها غنقولها. لذلك ما تقولونيش شي تقويل اخر، وكنعتبر ما داكشي كيعنيني انا لا يعني احد.
كلام انا اللي مسؤول عليه، حاولوا ما امكن. انا كنت صحفي، راه دوز الصحفي 12 سنه وانا صحفي، وكنعرف كلام اللي كيتقال الصحافه. ما تقولونيش حاجه ما قلتهاش، شكرا لكم والله يعاونكم. اذا ربطنا هذه الواقعه هذه بالواقعه اللي طرات الضرب داخل المحكمه، اش يمكن لك تقول لنا على هذا؟ اودي انا ما عنديش الواقعه ديال الربط، ما كنتش حاضر ليها. انا مشيت. اخر سؤال، اخر سؤال قولي لي شنو اخر سؤال؟ سمعتي يا استاذ؟ نعم. كنعرفوا بان مهنه المحاماه هي مهنه محفوفه بالمخاطر تماما، ما كاينش مشكل، مرحبا. وربما بعد المشاكل اللي كتوقع اما كتمشي بشكل قضائي ولا كتطوى. بغينا نعرفوا شنو هو السبب اللي خلاك انك انت ملح على ان خص تكون مصادر قضائيه في هذا الاعتداء؟ حيت انا كنوب على ناس. فهمتك. لا 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 فهمتك. لا داعي. تفضل. واش انك لقيت هذا السيد عنده نفوذ خصو يفوض عليه؟ شوف، هذا الاستنتاج انا ما عنديش فراسي. انا اللي كنقول لك انني كنشوف مساطر حاليا عاجله يتم الاعتقال في ابانيه لواحد الناس. علاش انا نستثنى من هذا الشيء؟ اما انا غير مرغوب فيا، واما الخصم ديالي اللي هددني يدو طويله، واحد من هاد الجوج. عندك يعني شي اش؟ ما عندي حتى شي موقف من شي واحد، حتى واحد ما عنده موقف مني. الحادث وقع، لم يعالج بالشكل القانوني السليم. انا كندير في استاذ شمسي، انا اخر سؤال ديالي هو واش انت باقي كتاخذ القضاء واش غادي؟ لا لا، المساله ديالك واش ممكن شوف انك توصل تسويه مع داك السيد؟ التسويه مستحيل تكون تسويه الاولى. مساله ثقتي في القضاء ما عندها علاقه بهذا الشيء. هذا ملف معزول، واحد المسؤولين ما داروش خدمتهم. هذا لا تعني على ان القضاء كامل ما مزيانش. لا، ما نبقوش نتيريو بالحجر. هذه حاله طارئه، الناس اللي ارتكبوا خطأ راهم خدامين يصلحوا فيه، فانتظار يصلحوا فيه. انا كندير الوسائل الحضاريه الاحتجاجيه ديالي انا، وهذا اللي كاين في الامر. كنشكركم. وسط من طرف الزملاء ديالك؟ ماشي وساطه، هذا واجب، هذا واجب مهني تقوم به هيئه المحامين بالدار البيضاء في شخص النقيب، في شخص الاعضاء، على انهم هما. لانني تهنت كمحامي، انا ماشي تهدد في الحمام ولا تهدد في الطوبيس، انا تهدد داخل القاعه بالبدله ديالي. فالهيئه هذا واجب ديالها، من بين الواجبات اللي كتقوم بها الهيئه هو انها تعالج هذه المواقف. ابدا ابدا، ما كاينش ضغوط، بالعكس كاين دعم من طرف المحامون ديال الجمعيه العموميه اللي هما. كاين واحد الدعم كبير كنتلقاه، هو اللي مخليني انني ان كنتحرك. يعني دعم كبير، دعم غير مشروع، غير يعني معلق على شرط. الله يعاونكم. السلام عليكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.